السيد الفريق أول رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي مرفوقا باللواء مصطفى اسماعيلي قائد الناحية العسكرية الثالثة استمع في البداية إلى عرض قدمه قائد القطاع مدير التمرين تضمن فكرة التمرين وأهدافه ومراحل تنفيذه. بعدها تابع السيد الفريق أول عن كثب مجريات هذا التمرين الذي قامت بتنفيذه الوحدات العضوية للقطاع العملية العقيد لطفي، حيث اتسمت كافة الأعمال القتالية باحترافية عالية في جميع مراحلها وبمستوى تكتيكي وعملياتي ممتاز يعكس القدرات القتالية العالية للأطقم والقادة في كافة المستويات، خاصة ما تعلق منها بالاستغلال الأمثل للميدان والتنسيق العالي المستوى بين مختلف الوحدات المشاركة، كما يعكس الكفاءة العالية للإطارات في مجال تركيب وإدارة مختلف الأعمال القتالية ومهارة وقدرة الأفراد على التحكم في استعمال مختلف منظومات الأسلحة والتجهيزات الموجودة في الحوزة، وهو ما أسهم في تحقيق نتائج جد مرضية جسدتها دقة الرماية بمختلف الأسلحة.
زيرتوب أول قناة إلكترونية في الجزائر.